فعندما تكون القوة الناعمة على خط التماس وتصبح معها كرة القدم لعبة دبلوماسية تقرب الشعوب والدول وتقرأ صفحات تاريخها المشترك. هكذا يصف الكاتب عمر البنوبي علاقة مصر واليونان التاريخية عبر كتابه كرة القدم في المدن الجامحة. كيف كانت كرة القدم جسراً يربط بين مصر واليونان؟ سؤال يجيب عنه البنوبي في رحلة ممتعة وشيقة، يرصد من خلالها تاريخ إسهامات اليونانيين في كرة القدم المصرية منذ نشأتها. كما يتناول قصص احتراف نجوم الكرة المصرية في الدوري اليوناني مثل مجدي طلبة والتوأم حسام وإبراهيم حسن وعبد الستار صبري. الكاتب عمر البانوبي ضيف يحكى أن سيحكي لنا أسرار وكواليس كتابه كرة القدم في المدن الجامحة.